الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن بمختلف الأمراض وفوائد صحية مختلفة. أجمل التحايا والتبريكات والتقدير والشكر لك أخي الدكتور فارس. سلام من عمان الحب والأمان والسكينة والاطمئنان. سلام من أرض المحبة والإخاء. سلام من الأرض التي وطئت الخير واحتوت العلم والعلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور فارس. أشكرك جزيل الشكر، لو أن اللسان يقف عاجز عن شكرك وإجلالك وتقدير مكانتك حقيقة. أنا من المستفيدين من العلاج بالماء الساخن، وتقريبا صار لي أكثر من سنة تقريبا وأنا أشرب الماء الساخن، لكن للمرة وقبل 6 أشهر من الآن بديت أشرب الماء الساخن بمعدل تقريبا 3 لتر باليوم حسب الوصف المتبع. أشكرك جزيل الشكر، تحسن ملحوظ والحمد لله رب العالمين في الصحة. كسترول طبيعي، سكر طبيعي، ضغط طبيعي، الأعضاء الباطنية طبيعية، والوزن في نقص، وحياة مريحة وبعيدة عن الضغوط النفسية والاجتماعية وغيرها. الماء الساخن يعطيك شعور بالطاقة وبالإيجابية والنظرة المستقبلية. أنصح الجميع بشرب هذا المخلوق العظيم الذي يسهل الحصول عليه من قبل الغني والضعيف والفقير والقوي، وأي إنسان يستطيع أن يشرب هذا الماء وهذه النعمة، حيث إنها من النعم العظيمة. جزاك الله خيرا يا دكتور، وأنصح الجميع بأخذ توصيفات الدكتور فارس فيما يتعلق بهذه المادة. هو لا يبغي ولا يطلب من ذلك جزاء ولا شكورا، الرجل متطوع في سبيل الله وفي سبيل خدمة البشرية. أرجو من الجميع الاستفادة من هذا المخلوق العظيم وهذا الداء وهذا الشفاء، والحمد لله رب الأرض والسماء. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.